كذا وكذا وكذا. فاللي عايز اقوله لحضراتكم، وعملت شويه اتصالات كده علشان اعرف ما هي الحاله المعنويه للعيبه النادي الاهلي. الحاله المعنويه للعيبه النادي الاهلي، كل اللاعبين عندهم اصرار شديد جدا 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 لتعويض ما سبق، لتعويض المباراه السابقه وبسرعه، لتعويض بسرعه جدا. مباراه الانتاج الحربي، يعني اللعيبه كانت عايزه مباراه الانتاج الحربي. بعض اللاعبين اتكلمت معاهم قالوا لي احنا عايزين مباراه الانتاج الحربي بكره، لو ينفع نلعبها بكرة على الرغم من التعب وعلى الرغم من حالة الإرهاق وعلى الرغم من حالة الزهق والملل اللي عند اللاعبين من التوالي المباريات وكده. وطبعا أنا قلت قبل كده أنا ما بتكلمش في مبررات، ولكن أنا بتكلم في حقائق ملموسة وحقائق إحنا عارفينها كويس جدا. اللعيبة كان نفسها أن المباراة دي تكون بكرة قبل يوم السبت، لأن اللعيبة كلها مستنية إزاي ترضي حضراتكم من خلال المباريات، من خلال المباراة القادمة، مباراة الإنتاج الحربي وبعدها الداخلية وبقية المباريات اللي بعد كده. فاللي عايز أقوله لحضراتكم، أنتوا دايما الأساس في كل شيء، خدوا بال حضراتكم الموضوع ده كويس قوي قوي قوي. اللعيبة زي ما قلت لكم عندهم إصرار وعزيمة على أن هم يعوضوا اللي فاتهم، يعوضوا المباراة السابقة، يعوضوا الشكل اللي ظهروا به في المباراة السابقة أمام تسيمبا التنزاني، لأنها كانت بالنسبة لهم، بالنسبة للاعبين، وأنا بتكلم هنا عن لسان بعض اللاعبين، يعني ما ينفعش طبعا أقول أسماء، ولكن بتكلم عن لسان بعض اللاعبين، إن هم حاسين إن هم أثروا الفريق كله، ال 23 أو ال 25 اللي كانوا المقيدين أثروا عشان نظهر بهذا الشكل ونظهر بهذا المستوى. اللاعبين عندهم زي ما قلت لحضراتكم إصرار غريب جدا جدا، يعني عايزين بسرعة جدا يلعبوا مباراة الإنتاج الحربي. ولكن زي ما قلت لحضراتكم هو موقف صعب، لعيبة النادي الأهلي والجهاز الفني حطوا نفسهم فيه أمام مباراة، في مباراة تسيمبا، ومن أو لازم إن هم يغيروا هذا الموقف في مباراة فيتا كلوب الكونغولي في المباراة القادمة في دوري أبطال إفريقيا. أنا بتكلم على دوري أبطال إفريقيا دلوقتي، ولكن اللعبة كلها دلوقتي هتبتدي تنسى بطولة أفريقيا، أو هتبتدي تنسى ما حدث في البطولة الأفريقية، وهتبتدي تفكر بقى أو ابتدت بالفعل تفكر في مباراة الإنتاج الحربي. مباراة صعبة جدا، مباراة مع فريق قوي جدا، مباراة مع مدير فني خبير في الدوري المصري بقاله سنوات طويلة جدا بيلعب في الدوري المصري، الكابتن مختار مختار، ومن أفضل المديرين الفنيين المتواجدين في الدوري المصري. وبالتالي هي ليست مباراة سهلة تقدر تاخد فيها ثلاث نقاط وخلاص، لا، هي مباراة صعبة بكل المقاييس. عشان كده بقول لحضراتكم ان هزيمتنا او هزيمة النادي الاهلي في مباراته الاخيرة امام تسيمبا قد تكون فرصة، او هي الفرصة الوحيدة خلال الفترات اللي فاتت والفترات اللي جاية لتصحيح الاوضاع او لتصحيح الاخطاء التي حدثت امام فريق تسيمبا التنزاني.